شن طيران التحالف عدة غارات على مواقع ومنازل استولى عليها الحوثيون في العاصمة صنعاء، وقصف التحالف عدة غارات معسكر الحفا ومدرسة الحرس الواقعة في حي الجراف ودائرة الأشغال العسكرية ومنزل القيادي في حزب المخلوع أحمد الكحلاني في حي سعوان. استمرت المعارك في أكثر من جبهة في مأرب، وواصل الجيش الوطني التقدم والسيطرة على عدد من المواقع في ظل تقهقر كبير لميليشيات الحوثي التي تلقت ضربات موجعة وتكبدت خسائر غير مسبوقة في الأرواح والعتاد. هذا وتوقع محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة في تصريح صحفي تحقيق انتصارات كبيرة خلال يومين بعد توحيد قوات الجيش الوطني والمقاومة وقوات التحالف تحت قيادة موحدة. وقال العرادة إن العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية كان الهدف الأساسي منها المناورة لمعرفة مواقع تموضع الحوثيين وأنصارهم ورصد قدراتهم العسكرية وقطع خطوط الإمداد التي تصلهم من صنعاء. شهدت مناطق صالة والصعبات ومحيط القصر الجمهوري والدحي غربي تعز اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي، وأسفرت الاشتباكات والغارات الجوية في تعز خلال 24 ساعة الماضية عن مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا وإصابة العشرات منهم، في حين سقط 8 قتلى في صفوف المقاومة الشعبية. في الذكرى الأولى للانقلاب وسقوط عاصمة الجمهورية اليمنية تحت قبضة ميليشيات التخلف والإرهاب الحوثية، نشر شباب تعز في جميع الشوارع والأزقة لافتات مكتوب عليها عبارات متعددة تؤكد في مجملها على المضي قدما في نضال ودعم خيار المقاومة. نفى مصدر رئاسي صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة رئيس الجمهورية إلى مدينة عدن يوم أمس، موضحا بأن الطاقم الخاص بالرئيس هو من عاد فقط. وكانت صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن الرئيس هادي وصل إلى عدن وسط تكتم شديد. ذكرت إذاعة مونتي كارلو الدولية أن قوات التحالف نشرت وطاريات من صواريخ باتريوت الدفاعية في مطار عدن الدولي تحسبا لهجمات صاروخية من ميليشيات الحوثي وصالح، سواء تلك الميليشيات المتواجدة في أطراف مدينة تعز أو محافظة البيضاء.